لمين عم نسمع بهيدي الأيام؟ في كتير أصوات حولنا، وفي كتير ناس عم تحكي على الإنترنت وعلى شبكات التواصل الاجتماعي. مهم جداً نسمع لله بكل القرارات. كيف منسمع صوت الله؟ منسمع صوته من خلال كلمته. الله تكلم وأعلن لنا فكره بالكتاب المقدس، والطريقة التانية من خلال السلام يلي بيعطينا إياه بقلوبنا. ركز على كلمة يسوع حتى ما تضيع الطريق من خلال الأصوات يلي بتسمعها من العالم. هيدا كان كل شي لليوم.